احنا جينا اليوم اياك نبينوا للجميع هذه المشكله الكارثيه اللي يعيش الطالب الموريتاني في هذه الظرفيه الحاليه. الطالب الموريتاني اليوم يعيش ظرفيه حساسه هو عدم صرف منحه الدراسيه. هذه القضيه تتعلق بالمركز الوطني للخدمات الجامعيه. لاحظنا عن في الاسابيع الماضيه كثير من المماطلات من طرف المركز الوطني للخدمات الجامعيه تجاه صرف المنح الطلابيه. اتصلنا عليهم مرارا وتكرارا في حل هذه المشكله، لكن لاحظنا ان ثمه مماطلات وثمه محاولات على الالتفاف المنح الدراسيه. نحن في الاتحاد الوطني لطلبه موريتانيا نرفض هذا التعامل، نرفض هذا التفاعل مع الطلاب. كذلك النقطه الثانيه نختار نتكلم عنها عن ثم ارتباك يتعلق بالمنح الدراسيه للطلاب سواء في مرحله الليسانس سواء في مرحله الماستر. كلتا المرحلتين عندنا فيهم مشاكل تجينا يوميا من طرف الطلاب، يتصلوا علينا يوميا في حل هذه المشكله، وعاده نتصلوا بالجهات المعنيه يكون هنالك تهرب من المسؤوليه، حتى على ان اتصلنا احيانا بالمسؤول عن هذه الوضعيه، ولكن الرد كان قاسي شيئا ما تجاه نقابة طلابية، وندافعوا عن الحق الطلابي وعندنا الحق في الاتصال عليهم في أي وقت إياك نحل مشكلة الطلاب. عندنا النقطة الموالية كذلك على نلاحظنا عن ثم ارتباك في صرف المنح. بعض الطلاب حتى اللحظة ما فاتوا حصلوا على البطاقات البنكية وهي موجودة وفاتوا طرحوا لها قبل شهر مارس حتى اللحظة ما فاتوا حصلوا عليها. نحن نختار نقولوا على أن الطلاب في هذه الظرفية الحالية أنهم محتاجين إلى في حاجة ماسة لصرف منحهم الدراسية، بالتالي لابد من نجد حل ياك يحصلوا على منحهم الدراسية، سواء اللي عنده مشكلة تتعلق بالبطاقة البنكية اللي مقفول عليها ما فات عطات له، وسواء اللي ما فاتوا حصلوا على البطاقات البنكية لابد من نجبره حل ونحمل المسؤولية المركز الوطني للخدمات الجامعية أنه لا بد من يجبر حل إياك يوفر للطلاب بطاقاتهم البنكية إياك يستفادوا من منحهم الدراسية. وعلنا نحن في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ماضون في انتزاع الحقوق وفي دراسة إن شاء الله لإجراءات تصعيدية اللي ما نجبر حل لهذه المشكلة اللي طالبنا بها أكثر من مرة وطالبوا بها آلاف الطلاب معنا، وهذه الحالة ما عندنا لهم المبررات وعنها محاولة التفاف على المنح الدراسية للطلاب المرحلتين الليسانس والماستر، ونرفض هذا وهنا نحمل المسؤولية للمركز الوطني للخدمات الجامعية.